أن كل من عجز عن استقبال القبلة له ذلك. طيب اللي بالطيارة يدخل في هذا؟ يدخل في هذا، إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة يدخل في هذا، ولكن هذا إذا عجز عن معرفة القبلة، لكن إذا عرف جهة القبلة الأصل أنه يستقبلها، الأصل أنه يستقبل حتى لو كانت القبلة في ظهره يدور يدور ويصلي جهة القبلة، إذا كانت القبلة عن يمينه يتجه يمينا ويصلي، وإن كان على الكرسي أو وهو واقف عند كرسيه، إذا كان عن يساره يلتفت إلى يسار، وإن كانت أمامه فهو فالأمر واضح جدا، وإذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم ويركع ويسجد هذا لابد يستقبل القبلة، وإذا كان يستطيع أن يؤجل الصلاة إلى أن يصل دون أن يخرج وقتها فهذا هو الأصل، لا يصلي بالطائرة وإنما يصلي إذا وصل إلى البلد التي يريدها إذا كان الوقت لا يخرج، سواء كان صلاة مجموعة أو غير مجموعة، إن كانت مجموعة كالظهر والعصر المهم يصل قبل أذان المغرب، وإذا كانت المغرب والعشاء يصل قبل أذان الفجر، وإذا كانت الصبح يصلي قبل طلوع الشمس.